أنا اسمي كامل، أنا لسه مولود النهاردة، عندي 26 سنة. لما الدكاترة لقوني مولود كده عملوا لي تحاليل وفحوصات، لقوني فعلا سني 26 سنة، لكن تفكيري وعقلي طفل عنده يوم. يعني أنا ما اضحكش مثلا إلا لما حد يبص في وشي ويعمل لي ياخدي زملة ياخدي حلوة. ما تعرفوش الطفل بيبقى شايف البني آدم في اللحظة دي إيه؟ بيبقى شايفه بني آدم براس كلبة. فبيفرفر من الضحك. والنهاردة هحكي لكم قصتي من أول ما اتولدت في الحضانة عندي يوم لحد ما بقى عندي 26 سنة. وأنا دلوقتي في الحضانة وهقابل صحابي. أول واحدة أهي. أنت اسمك إيه؟ صحيح، دول ما بيعرفوش يتكلموا، لازم اعلمهم الكلام. قولي الف. اهدى بلاش حركات العيال دي، اهدي كده عشان وشنا ما يبص. قولي الف. يا بنت يا بنت، بس يخرب بيت اللي اتكلم معاك. وتاني واحد قابلته في الحضانه هو ده. قول ألف. ها قول ألف. ها ها إيه؟ قول ألف. ما أنا عايز أعلمك الكلام، شوف أنا بقول إزاي وقول زي ألف ألف. إيه ده؟ طب وبعدين؟ وتالت واحد قابلته في الحضانة كان هو ده. قول ألف. بولا. بولا إيه؟ في طفل يتولد يقول بولا؟ إزاي يعني؟ قول ألف. بولا. طب أتعامل معاه إزاي أنا ده؟ يا ابني قول ألف. لا ده أنت خطر، ده أنت طفل، ده أنت في عنبر خطر مش في حضانة. قولي ألف. اسمعي الكلام. إيه ده؟ أنتوا مجانين ولا أطفال لسه مولودين؟ ايه ده العيال دي مالها في ايه؟ قول الف يا. قول الف. بولا. قولي الف. قول الف. وقعدت في المأساة دي لمدة 13 يوم، وبعد 13 يوم وانا بعلمهم الكلام ولا يا كامل بقوا يتكلموا، بقوا لهاليب لهاليب. بقول لك ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سعاد. سعاد حلو. نفسك لما تكبري تبقي ايه؟ شمال. ايه ده؟ شمال ايه؟ ابقى شمال. سمعتيها فين الجمله دي؟ كل الناس بيقولوها. بيقولوا ايه؟ تلاقي واحد بيقول داخل شمال ولا حاجه. شمال دي كلمه غلط، ايه مش اي حاجه تسمعيها تقوليها. لا حلو. لا انت طفله، مش اي حاجه تسمعيها تقوليها. شمال غلط. متخلف. متخلف. اه. وانت يا حبيبي اسمك ايه؟ طب مش مهم اسمك، لا عايز لما تكبر، لما تكبر تبقى ايه؟ هطلع ظابط. حلو، شفتي؟ انا عايز ظابط. ايه يا حبيبي؟ ظابط ايقاع. ليه؟ ماما رقاصه. ده ايه الحضانه اللي انا وقعت فيها دي؟ ايه العيال المتشرده دي؟ وانت يا ابني نفسك لما تكبر تطلع ايه؟ بولا. بولا ايه يا؟ بولا. يعني عايز تطلع تباع يعني ولا عايز ايه؟ عايز تطلع ايه؟ بولا. يخرب بيوتكم، واحدة عايزة تطلع مش عارف ايه والتاني ده. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عيال اطلعوا حاجة عدلة، حاجة تفيد نفسكم. انزلوا علمكم المشي. يلا انزلوا، طالما الكلام مش جايب معاكم نتيجة انزلوا علمكم المشي. يلا على هناك. ايوه بالراحة، دي بتبقى المرحلة الأولى، بنسحب بعدين. يا ابني ايه ده؟ ايه يا ابني ده؟ انت بتجيب جول؟ ايه يا حبيبي ده؟ ايه الضرب ده؟ ايه الضرب ده يا بابا؟ يا ابني انت وهو. يا ابني معلش، اطفال اطفال بيلعبوا، معلش مش عايز. معلش اطفال حلوين. يا ابني الهوم. يا ابني عيب. يا ابني انتوا ايه يا ابني متشردين ازاي كده؟ احترموا نفسكم، تعلموا حاجه عدله. يلا هنتعلم دلوقتي نمشي على رجلينا.
ازاي نمشي على رجلين؟ ربنا خلق لنا دول عشان نقوم نمشي عليهم. وكده تمشي؟ ايوه. يلا ها يلا، اول واحد يمشي مين؟ يلا يا حبيبي قوم امشي. ها يلا يلا بطل يلا قوم يلا 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 بطل يلا، ما تفتحش عوضه عشان ما يحصلكش مشاكل. قوم يلا يلا بطل يلا 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 قوم امشي يلا يلا يلا. تاتا خط العتبه. انا مش عايز عتبه. امال عايز ايه؟ عايز بولاه. انت بولاه دي سمعها فين ولا جات له؟ قوم يلا امشي يلا يلا. ايوه 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 سقفه للقرد والنبي. ايوه برافو سقفه للقرد. ايوه سقفه للقرد برافو. ايوه هيمشي اهو هيمشي يا لا بطل. ايوه يا لا بطل ايوه يا لا بطل. حلو بس ايه؟ بس بدايه حلوه. طالما عرفت تتحكم بعد كده ربنا يكرمك. يلا قوم امشي. ها يلا يلا. يا ضهري. يا الحاجه لسه مولوده ولا ايه؟ ولا مولوده عندها 80 سنه دي ولا ايه؟ مال ضهري. اي يا عيني يا حاجه. مالك عندي في الغضروف ولا مالك؟ دي مالها دي؟ البت دي شمال وحامي. ترم نفسك يالا بتاع بولاه انت. عيب عيب. انت اللي جبتي نفسك بتقولي حاجات مش فاهمها. ما تقوليش حاجه مش فاهمها قوم امشي. هات ايدك يا ابني معايا. يا ابني. تعالي. شوكولاته 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 شوكولاته. يا رخم. انتوا بتمشوا على الشوكولاته؟ ابقى اجيب بكره معايا دسته وانا جاي طالما بتحبوها. يلا يلا. ولا يلا دلوقتي هنقوم نمشي يلا. انت بتضحك ليه يالا؟ انت شايفني ايه؟ بني ادم براس كلبه. طب انسى بقى ده وقوم امشي يلا. ها يلا يالا قوم امشي يالا يلا يالا. اتعلم المشي يالا. خليك يالا. ايه ده؟ دي لا دي ايه اسمها؟ دي في الحمام جوه. انما احنا هنا بنتعلم ازاي نمشي. قوم امشي يلا. ها تاتا. ايوه قوم امشي. ايوه الضفدعة الجميلة. ايوه نقف ونمشي بقى صح يا ولد. بس انا مش هيأس، انا هاخد بايديكوا. لازم تتعلموا ازاي تمشوا. هات ايدك يا ابني قوم امشي يا ابني. ايه الضرب الغريب ده؟ في ايه؟ حد يضرب حد كده يا ابني؟ يلا يا ابني يلا. ها يلا يلا امسكوا فيا. يا ابني اسف اسف هتموتني. ها امسك فيا. وقعدت 13 يوم كمان انازع لحد ما علمتهم المشي وحصل اللي حصل. يا برافو 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 برافو. اتعلمتوا. هات البيضة من الصندوق. انا عارف انت عايز البيضه ليه. ليه؟ عشان تفقس عليها هنا صح. اتعلمتوا المشي وكبرتوا بسرعه يا اولاد وبقيتوا زي الفل. بس انا برضو مكتئب وحزين. مكتئب ليه يا عم كامل؟ ما احنا عملنا لك كل اللي نفسك فيه. الستة ما تعرفش انا اتولدت عندي 26 سنه، يعني اعرف اللي جاي في حياتي هيحصل لي ايه. ايه الطفل اول 5 سنين في حياته بيبقى مبسوط، اول ما يبتدي يكبر يبدا بقى يحصل له مشاكل واكتئاب. يخش المدرسة يخاف يسقط، يخلص دراسة يشتغل تمام يخاف يفشل، يكبر أكتر المسؤولية تبقى عليه والأمن. على فكرة بقول كلام مهم. أنت بتعمل إيه؟ بتاكل في إيه؟ مش تسمع أم الكلام اللي أنا بقوله؟ قول يا عم كلام مهم. أنا مال أنت اللي بتقول؟ يعني الخلاصة إن أول 5 سنين بتبقى حلوة، بعد كده بيبقى مأساة بقى. وأنا عارف عشان أنا اتولدت كبير. لا بس على فكرة بقى الدنيا شكلها حلو وجميل وكلها بزازات وبامبرز. الدنيا كلها بامبرز؟ لا يا حبيبي مش كلها بامبرز ولا حاجه. وكادلس. ومش كلها كادلس. بيبي شوي. ده ايه ده اللي كل حياته جايه؟ يا ابني انت في ايه؟ بتقول ايه؟ انت عمي كامل انت ما تقلقش، خليني صاحبك طول حياتك. وانا وعدك اللي انت عمرك ما تتضايق ابدا. خلاص انتوا هتفضلوا صحابي طول قصتي، وانا دلوقتي هحكي لكم القصه من اول ما بقى عندي 6 سنين. انا دلوقتي هوريكوا شكلي وانا عندي 6 سنين كنت عامل ازاي. ما تيجوا نشوف. يلا نلعب لعبه تانيه كيلو بميه القدام. يلا نلعب لعبه تانيه كيلو بميه.
ده احنا فين دلوقتي؟ انا في بيت بابا فرج وماما نفيسه اللي هم ابويا وامي يعني. أوه. وانا دلوقتي عندي 6 سنين وشكلي كده. الله بابي. ولا احترم نفسك لان انت كده بتشتمني انا، لان ده هو دوري انا ولا 6 سنين. هو انت بتكبر بتقصر؟ لا يا بنتي، هو انا شكلي كده وانا 6 سنين؟ انا مولود حاجه تانية، ما تلخبطناش. ها ايه الدنيا؟ انت هتعمل مكاني وانا عندي 6 سنين. يعني اعمل مكانك وانت صغير؟ ايوه. وانا لا، انت هتعمل مكاني وانا كبير. انا وانا صغير يعني، انا اتولدت صغير وانت جيت. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ها واحد الله في قلب. لا اله الا الله. قول بقى. انا اتولدت كبير، لكن انا وانا صغير. انت بقى هتعملنا انا وانت 6 سنين اللي هو انت فاهم حاجه؟ يا ابني فاهم الناس. يا ابني عليا النعمه، احنا الثلاثه حافظينها بالعافيه الحته دي، فما توترناش. احنا حافظينها، هما مش هيفهموا حاجه. انت مش فاهم؟ انا مش فاهم عن الناس. اسال المؤلف اهو، اهو قاعد اهو مش لاقي حاجه يعملها. خش افهم منه تعالى. ما افهمش انا منه يا عم انجز. انا بفهمك انت اللي مش عايز تفهم. انت مش فاهم. انت هتعمل دوري وانا 6 سنين بس، ما تسالش في حاجه تاني. تمام؟ يعني انا الكبير وانت الصغير؟ ايوه. ده ايه المنطق ده؟ لو اتزنقت عندك مشكله، حد بيضايقك، اصغر لي اظهر لك. ده شعر ده ولا ده ايه؟ شعر بقى. شفره؟ ايوه. اصغر لي اظهر لك. طب اعملها ازاي؟ ما اعرفش اتصرف. تمام؟ يا كامل اعملها ازاي؟ ايه ده يا وامي؟ ايه ده؟ مين دي؟ دي امي. طب رد عليها يا عم. ما هي مش عايزاني وانا عندي يوم، عايزاني وانا 6 سنين. يعني دي امي دلوقتي؟ دي امك دلوقتي. رد يا عم على مرة. طب ارد تخش لنا احنا الاثنين يعني؟ ما تقلقش، ما احنا هنمشي وانت اللي هتكمل. تمام؟ انت هتمشي. وانت اللي هتكمل. خلاص. انت كان الشفره ايه؟ تصغر لي اظهر لك. اصغر لك تظهر لي؟ ما تقلقش، انا قصه حياتي حلوه هتبقى. بس هعملها ازاي؟ هتعملها. هصغر ازاي؟ اصل امك امك داخله. يا متشبع اتنين علبته ما تسرقهاش. حاضر. البلا. تمام، مش دي اوامرك؟ ماشي حاضر. قول لك يا ماما، انت ليه متزربانه عليا من الصبح؟ ابوك يا حبيبي. ماله؟ قبل ما يخرج النهارده بيقول لي عايز لما ارجع عليها في البيت رومانسيه. رومانسيه؟ ما انا اتصلت بستك قلت لها اعملها ازاي الرومانسيه دي، قالت لي ما اعرفش بس احتياطي نقع الرز. طب ونقعت الرز وسيحت الزبده عشان ابقى في الامان. بس انت كده في الامان، محدش يقدر يكلمك. بس خلاص يلا. بقول لك ايه يا ماما؟ ها؟ انت مش حاسه بحاجه؟ ايه؟ مش حاسه بحاجه؟ ابوك اتجوز عليا صح؟ لا انا كنت حاسه. عيني لفت ولقاها وداني تبقى اتجوز عليا. مش يا لهوي ده. اصبري اتكلم. ايه؟ بكبرته وفتح في وشي. اسمعيني يا ماما، ده انا بقول لك حتى مش حاسه بحاجه وانا فاتح بوقي على الاخر، يعني اكيد حاجه حلوه. ايه اللي حصل؟ مش حاسه ان النهارده عيد الام يا حبيبي؟ تصدق انت الوحيد اللي افتكرته؟ ما انا الوحيد اللي ابنك، سبحان الله. شوف ازاي، شوفي حكمه ربنا. ركزي بقى معايا يا ماما. طب فين؟ فين ايه؟ فين الهديه؟ انا اعظم هديه. هديك بالقلم على وشك. انت عايز هديه من ام فلوس؟ الراجل بيلفها. بيلفها؟ اه. طب قول له سيب لنا حته عشان نعملها خوابير. ماما انا بقول لك بيلفها مش بيرولها. ركزي معايا، اصحي للكلام يا ماما. معلش يا ماما. يا ماما اللي اتأدب. بلا. انا اسف يا ماما. بقول لك يا ماما. ايه يا روحي؟ هو انا عندي سؤال يعني. ايه يا حبيبي؟ هو ليه في عيد ام ومفيش عيد اب؟ اسم الله. مفيش سفن اب ومفيش سفن ام. مفيش بابا نويل ومفيش ماما نويلة. في بابا غنوج ومفيش ماما غنوجة. في واتساب ومفيش واتس ام. ادي قلتها. أيوة. بتسأل ليه؟ كنت بختبر معلوماتك يا ولية. البلا. حقك عليا يا ماما. بقول لك ايه يا ماما؟ ها؟ مش هتجيبي لي بقى الاسكوتر اللي بحلم بيه؟ لما تجيب الشهاده الاول. طب نضاره شمس. لما تجيب الشهاده. طب مش هتجوزيني؟ لا. ايه؟ اجوزك؟ اجوزك ايه يا حبيبي؟ انت عندك 6 سنين. عرفي. يخرب بيتك. ورقتين واتقطعوا. عرفي منين؟ ما تقولش الكلام ده تاني، انت بتجيب الكلام ده منين؟ فيلم احاسيس. احاسيس. وانا انقط كمان. قول انا اسف. يا ماما قول انا اسف. انا اسف. اعمل لك كل حاجه لما تجيب الشهاده. يعني ما ينفعش من غير الشهاده؟ ايه الشهاده دي والقرف اللي انت عامله؟ ايه ده الدرجات دي زي الزفت؟ كتكواكس انت ومامتك. جاب كحك؟ كحك ايه ده؟ فاتح فرنه في الورق. يا نهار اسود. 2 من
2 من 600؟ اه ما انا هفهمك، اصل دخلت لجنه الامتحان قالوا لي في درجتين على نظافه الورقه، ستها نضيف. طلع ده انا هنضفك دلوقتي. اهدي يا ماما. بس رايح فين يا كامل؟ رايح الدرس. جاي منين يا كامل؟ جاي من الدرس. خاطر بالزباله؟ لا اصل انا عندي دروس يا موكوز يا ابن الموكوزه. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بعمل زي كتم. خد يا. انت شاطر ولا زي؟ انا شاطر زي يا حبيبي. انت شاطر ولا زيه؟ انا شاطر زيه. انت اهبل صح؟ لا ولا. روح هات لي حاجه ساقعه. حاجه ساقعه؟ اه. كولا ولا بيبسي؟ كولا. دايت ولا عادي؟ دايت. ازازه ولا كنز؟ هات لي عصير. يا مانجا ولا جوافه؟ مانجا. ساقعه ولا سخنه؟ هتتضرب. بالشبشب ولا بالعصايه؟ لا بالحزام. لا هتتضرب بالحزام يا عينيا. الحزام لا. هتتضرب بالحزام يا حبيبي. امك هتتحول. يا الله يا ولي الصابرين. انتوا انتوا ايش اخبار؟ ولا ايه؟ سيكاهاي طلع عشان. طيب اطلع بره. الواد ده جاب لك هدافي للام؟ اه. ماشي. خد يا. نعم. انت كمان جبت لامك هدافي للام؟ اه. جبت لها ايه؟ جبت لها جلطه. جبت لامك جلطه في عيد الام؟ بس كبيره عشان انا ماما تخينه كده. طب بتجيب لها ايه في الايام العاديه؟ شبت وبقدونس وكده حاجات مش عارف. اطلع بره. من هنا ولا من هنا؟ من هنا. خد هنا. لا يعني انا عايزك تقف جنبي. لا اطلع بره انت كمان. اطلع بره فين؟ اقول لك تعالى اتفلى. لا يا ماما احنا قرود يا ماما. يلا عشان تتفلى يا ماما. والنبي يا ماما. يلا يا شغل القرود ده. يلا تعالى تعالى يا حبيب امك. يلا يا حبيبي. طب اقعد فين؟ ما انت خدت الكنبه كلها. ايه الافترا ده؟ بالرجل وتقعد. برجلك واقعد؟ طب اعملها ازاي دي؟ شقلب بقى يا ماما. مش هينفع يا ماما. يلا يا ماما هتحشر. واحد يا ماما. اتنين. يا ماما بتوتر انا كده. اتنين ونص. اعباه قابليني لو طلعت. يخرب بيتك. ايه يا ماما؟ تعديت مرحله الامن الحمد لله. مش عارف بقى في صراصير يا ابني. ربنا يكرم. فين الشبشب؟ لا الشبشب لا. فين الشبشب؟ ضاع. بس خلاص إيه؟ الحمد لله. انت تقتل الحيوانات جوه شعري. يا سلام. عايز اطلعه بره واستخ الشقه ولا ايه؟ اهو الباب بيخبط. شوف هتقوم ازاي. طب اوعى. اوعى بقى. محتاجين اوعى. محتاجين كراكه تطلعني. مين؟ ازيك عامله ايه؟ ما تمسكيني يا نينا. نينا؟ أيوة. ده مين يا حبيبي؟ انا لؤي صاحب الواد كامل. وايه العشم اللي انت دخل لي بيه ده يا بابا؟ ما احنا اطفال عندنا 6 سنوات. ده كلبله شكلك. مبسوط؟ انا مخاصمي. مخاصمني؟ اه. لا ده انا هصالحك دلوقتي. لا لا ماما لا. ايه ده؟ في ايه ده؟ سنجاب؟ اطلع يا. ما تضربينيش. طب اطلع. ايه ده؟ اطلع فارسني. ايه ده؟ امك دي ولا جون سينا؟ في ايه يا ابني؟ اقعد اقعد اقعد. بقول لك ايه؟ انا قفشت البت سالي اللي في تانية حضانه. قفشتها؟ اه. يا ابن اللعيبه. قلت لها تعالى اوريك يا فاوة بينار في الضلمه. وبعدين؟ طلع بينار في الضلمه؟ ما نورش والله يا نينا. انا مش قادر اصدق. انتوا اطفال. بتضرب ليه؟ بضرب ليه؟ انتوا اطفال. ايوه اطفال. اطلع بره. اطلع بره؟ تطرديني؟ اه. من بيت صاحبي؟ اه. ماشي انا ابويا جزار اخليه يبعت في العيد. ماشي ماشي. اطلع بره. قله ادب وسفاله. ولا يا ماما ده انت بتصغريني قدام صاحبي؟ اه. وهتطلع بره معاه. ايه ده يعني انا كده صغرت؟ ايوه. طب انا صغرت. انا صغرت. حبيب قلبي عامل ايه؟ شفت بقى عملتها ازاي؟ قلت لك ده المعنى في بطن الشاعر. المعنى في بطن الشاعر؟ ده المعنى في بطن امك.
اقعد بقى انت كده اما تشوف. ايه يا حبيبي سبيل؟ ايه داخل كده؟ ايه انت مين اصلا؟ ايه يا ماما بتضايقيني ليه؟ ماما مين يا حبيبي؟ ماما مين؟ انت ماما. انا ماما مين؟ انا ابنك. وده مين؟ ما هو ده انا. ماما انا هو، انا هو وانا كبير. وانا هو وانا صغير. والله؟ ايوه. يعني انت ابني؟ ايوه. طب اديني اماره ان انا امك. فاكره لما كنت في بطنك قبل ما تولديني؟ فاكره؟ لا اماره ثانيه يا حبيبي. فاكره لما كنت في بطنك وانت كنت قاعده بتاكلي كشري وفجاه فجاه قلت عايزه جوافه؟ اه. مين اللي طلب الجوافه؟ انا. لا انا. انت توحمتي، اتوحمتي. انا كان نفسي وانت توحمتي. انت كنت بتاكلي كشري وانا كنت قاعد في بطنك بقول عايز جوافه. انا قاعد جوه بقول عايز جوافه يا ماما، عايز جوافه. ترى انت فجاه تقولي ايه؟ لا مش عايزه كشري، انا نفسي هفاني على الجوافه. ايوه صح. اه اهو. بس انت شريره بقى. ليه؟ عشان انا كنت بعوز الجوافه السمره كامله، انت كنت بتنزليها عصير. عيب. دي حاجه بتاعت ربنا، هنزلها ازاي سمره من هنا؟ يا هي صعبه عليك يعني؟ صعبه عليك يا ماما. الله، ما في ثلاث بطيخات بالعرض اهم واقفين اهو، مش هتعرفي يا ابني. ايه يعني انت عارف؟ انت عارف امك دي كانت تروح الافراح ما تشربش ازازه بيبسي كده، تاخد صندوق البيبسي زي ما هو، يخش ينزل هنا، يتفتح جوه، يتشرب، يطلع من ناحيه مصنع. مصنع. اه والله. يا عيني. آه. الحمد لله يا رب على الكرتون. حلوه الاماره دي. حلوه. خد نفسك يلا خش الاوضه. مش عايز اماره تاني. آه. فاكرة لما كنا أنا وأنت بنلعب شد الحبل السري؟ فاكرة؟ ما تكدبيش بقى فيها دي يا ابني. لا لا، مين اللي كسبتها؟ مش أنا كسبت وخرجت وبقيت بني آدم؟ ولا صح. خد نفسك خش الأوضة. خش يا ابني يلا. أنت كده خدت لي حقي؟ ما تخافش والله، أنت هتخرج من هنا وهي هتفلقني من هنا. ما تخافش، عيب لو حصل حاجة صغار لا أظهر لك. هتشوف مثلا أنا واقف هنا، حصل حاجة صغار لا أظهر لك، ما تقلقش يا رب. ده بقى المعلم فرج جوزي، اكبر تاجر فاكهه في سوق العبور كله. انت يا وليه يا نفيسه؟ فاكهاني وبحب الفاكهه. نفيسه. ايه يا معلم؟ ايه الكلام اللي انا سمعته ده وليه؟ ايه؟ ايه؟ امبارح كنت قاعده مع مرات المعلم ربيع. حصل. حصل. أوه. كنت بتتكلمي معاه في ايه؟ بفضفض معاه. عايزه الواد كامل ابننا يطلع مهندس. ده يوم المونة. مونة مين يا ولية؟ الواد هيطلع دكتور. لا الواد هيطلع هيطلع دكتور. هيطلع هيطلع دكتور. ها؟ في ايه ده؟ هنسأل ولا كامل؟ قلت تعالى هنا. انت قرفان مني ولا ايه؟ تطلع ايه يا واد اما تكبر يا؟ اطلع دكتور. جدع يا. والله هتطلع مهندس عشان تبني لامك العماره اللي هي عايزاها. اطلع مهندس. ولا تطلع دكتور عشان تعالج امك اما تتشل. اطلع دكتور بس تتشل. والله ابنك جابت نفسك. ست الحبايب يا حبيبه. تعمل ايه يا بابا؟ تقطع دكتور يا. دكتور اكتر واحد بيشتغل في البلد دي، اكتر واحد بيشتغل، كل الناس بيروحوا له، العيانين بيروحوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطع دكتور غصب عنك وعن امك يا. وانت عايز دراعي في حاجه يا بابا؟ يا ابني انا عايز مصلحتك يا. شوف انت عندنا في سوق الخضار والفاكهه، الخضار والفاكهه دول مش بترش مبيدات؟ اه. حلو. الناس تاكل الخضار والفاكهه فيهم المبيدات يحصل لهم ايه؟ يجي لهم اسهال. يروحوا فين؟ الحمام. يفضلوا طول الليل رايحين جايين على الحمام؟ روحوا على الدكتور يتعالجوا. ايوه صح. عرفت يا ان انا عايز مصلحتك؟ طبعا. اطلع دكتور. اطلع دكتور بدل ما اطلع لك في احلامك. هطلع دكتور.
وعالج نفسي. تطلع دكتور ولا عايز تطلع ايه تاني يا؟ عايز اطلع طيار. طيار؟ اه. ونقعد ندور عليك في السما يا اهبل. دكتور معانا هنا، فاهم ولا لا؟ ايوه اه صح، ماشي حاضر، اطلع دكتور. اه دكتور. يلا يا وليه. يلا. فين الاكل؟ المحشي على النار. اطلع اطلع قدامي. حاضر اتفضل. اطلع قدامي يا وليه. هتطلع مهندس وبالليل هشغلك طبال. سمعتك يا وليه. قدامي. حاضر. قدامي على المحشي. بس يا نزل بقى يا بابا. لا دكتور انصرف انصرف يا جدعان يا جدعان. انا اتخنق، انا بصغر بصغر. ايه يا ابني في ايه؟ مالك في ايه يا عم؟ انت ما شفتش حنجرت ابوك؟ طب انت مالك متضايق ليه؟ يعني ايه متضايق ليه يا عم؟ حصل لك مشكله؟ انا اتمرمطت هنا. ما انت ما تضايقناش كل شويه. انا بصغر انا بصغر. ما انا بقول لك اعمل مكاني عبال ما نريح شويه. يعني انا اقف مكانك وانت تخش تريح؟ ايوه شويه. يعني انت تتجوز وتانتخ وتلطنا احنا على المسرح؟ ما الكلام ليك انت كمان. تعالى بس قول لي بس انت ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقني ايه؟ يا عم ابوك عايز يطلعني دكتور غصب عني. يا عم مش ده المشكله، انت بتعمل دوري. ايه يعني بقى؟ مالك عامل مشاكل ليه؟ انا عملت مشاكل وعملت حاجه. فرصه جايه لك، اعمل شويه يقف. ايه عايز تمشي ليه؟ انا بصغر ليه؟ عايز تمشي ليه؟ بتتنمرض على الدور ليه؟ ما بتنمرضش انا. بتتنمرض يعني؟ مع ان دي اول مسرحيه تتكلم فيها اصلا. عمال انا بصغر بصغر. اقف شويه واتبسط. متبقاش غبي. انت بتذلني؟ يا حول الله لا حول الله. يا ابني انت متبقاش غبي، فرصة جاية لك وقف. مش عايز الفرصة دي. مش عايزها؟ مش عايزها يا عم. خلاص يا عم شكرا، اتكل على الله. أنا هكمل يعني. أنت بتطردني؟ أه شكرا. على فكرة أرزاق على الله. ماشي. وأنا أستعر أصلا أعمل دورك. طب أنا بكلمك بالحسنى، ما تخلينيش أديك بالقلم على وشك. يعني بقالي 10 دقايق عمال بكلمك. ما تقدرش تديني بالقلم. ليه؟ لأن أنا أنت، تديني بالقلم هيجي فيه. والله. اه طب اطلع بره. يلا اطلع بره. انا هكمل خلاص، ما تزعلش. انا هكمل. ماشي يا عم خلاص. مش قادر تستحمل ابويا. خلاص 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 الموضوع انتهى. طيب خلاص يا عم. والله انت كنت حلو يا ربنا يخليك. والله العظيم كنت عسل وعملت الدور حلو حبيبي. يلا لو دخلت حاجه في رمضان هكلمك. يلا. واضح ان مفيش اي احترام لوجودي. انا اطلع اذاكر طب، عندي امتحان بكره. يلا يا عالم يعرك. حرام عليك انت بتعامله كده ليه؟ ده صغير. اسمعيني بس، صدقيني كان لازم نخلص منه، لان انا دلوقتي هكبر وهبقى مش هو، هبقى واحد تاني. هتكبر قد ايه؟ هخش الثانويه العامه. وهوريكوا بقى الشقلبه بقى والثانويه العامه بتعمل ايه في الناس. ايوه انا دلوقتي ابقى في الثانويه العامه. ايوه تعالوا بقى اوريكوا شكلي وانا في الثانويه العامه. ايوه ماما يا ماما. يا ماما يما يماتي. ولا لؤي ولا لؤي. ان 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 ان. عامل ايه يا كامل؟ عامل ايه يا صاحبي؟ وحشتنا حبيبي. لا انت هنا صاحبي مش ابويا. ياد وحشتني. يالا وحشتني. تقمت زيد فيها. ابوك وامك فين؟ نايمين. طب ايه يعني اسرعهم امتى؟ يا ابني انا جايبها الجام، انت صاحبي. انا صاحبك. طب صحيح يا عم نقعد نضحك شويه. ما بيتقكش ولا بيتوق شكلك. ليه؟ والله اول ما بتيجي بيقولوا البورس جه البورس جه. ليه كده طيب؟ ما بيحبوكش يا ابني، بيقولوا عشان انا محترم ومؤدب وانت صايع. ايه ده؟ يا ابني الصياعه ادب. ايه ده بجد؟ اه قمه الصياعه ان انت تبقى مؤدب. يعني حضرتك مؤدب جدا؟ جدا. انا خدت اللقب بعد ما بقيت مؤدب قوي. طب انا نفسي ابقى مؤدب زيك. بجد؟ اه. طب بتشرب حاجه؟ بشرب شاي. شاي؟ وبقوم عامل الفتله كده ولازقها في السقف. يا واد يا صيع انت. احنا مكحردين الكحرطه. وبتعمل ايه تاني؟ وبقوم بقى عامل شاي كشري لما اكون عايز اسهر، واقلب بالمعلقه واقوم لازق المعلقه في الفتله اللي في السقف. يا واد يا صايع. بقول لك ايه، خربينها خراب. طب بقول لك ايه، انا معايا شويه شاي اخضر. قال لي ايه بيقولوا عليه بانجو. تخيل تلاكيك. تشرب معايا؟ اشرب شاي اخضر طبعا. ماشي استنى الف لك كوبايه يعني معايا. لف كوبايه بس. بقول لك ايه، 50 عشان هنام بدري. ماشي حاضر. سكرك قد ايه؟ زياده. لا 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 لا. هيجي لي السكر.
خد يا عم امسك. اي ماشي يا سيدي. يلا استنى. ايه؟ اولع البراد. ماشي يلا. يح 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 يا ولا، بحب الشوب سخن مولع. الله يكرم بيت. ها حلو ده، بيدخن بجد. ايوه ماشي حلو قوي. طب بقول لك ايه، سيبك ده مصري ده. اه انا معايا حاجه بقى. ايه؟ اجنبي. اجنبي ده اسمها ايه دي؟ احمد تي. احمد تي. اه اديني احمد تي في الفيفتي. ماشي. سكرك قد ايه؟ زياده. الله يخرب بيتك في ايه؟ انا معلقتين بيدوخوني. اشرب بس كده وعيش. ده احمد تي؟ يس. ده انجلش تي ده يا يب. ده احلى من العروسه. يو يا هاو هاو. بشرب مع كلب. اشرب كده واتدلع. الله جميل. هبق بقى من الكوبايه. بس اسكت، طعمه حلو والله. ده بخار ماء ده. يا ده هبق من الكوبايه هتخلص. مصحف طعمه حلو، انا اصلا بشرب سجاير. هب بقى. اقعد شويه. هات. في ايه يا عم؟ هتسيب لي التفل؟ وبعدين بشرب مع فيل. طب اشرب بقى يا عم ما تضايقنيش. الله يخرب بيتك، بتضرب ليه؟ ايه يا عم في ايه؟ عندي هنا شعرايه بيضه، كل ما حد يلمسها بتوجعني. شعرايه بيضه؟ اه. يكونش زي استاذ محمود عبد العزيز في فيلم اعدام ميت؟ يا نهار اسود. كامل. ايه لها الجزمه؟ هتمدني؟ ايه لها الجزمه يا كامل؟ ما ينفعش اقلع الجزمه. ليه؟ مش قصص ضوافري. ايه لها الجزمه؟ ماشي بس بقالي اسبوع ما قلعتش الجزمه. إيه لا. قلت لك. هات رجلك. خد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أنت فعلا كامل. الحمد لله. أنت هتيجي معايا مبدأ المساعد الإسرائيلي. مبنى المساعد الإسرائيلي ده بالظبط زي ما قال لي فريد شوقي في الفيلم. كامل. ها ها انا سامعك. تعال يلا معايا. يلا على المبنى. يلا يا مبنى يا مبنى. سلام شرهانه خريه خريه فرتكه فرتكه. عسافوا على المكتبه. سلام. شرابور ديكي. ليه؟ هوروري. هو ده المبنى. ده يبقى ده اكيد المفاعل ديمونه زي ما قال لي فريد شوقي. يا كامل. ايوه ايوه انا سامعك من اول البتاع. الله يخرب بيتك، يبقى اقعد بعيد شويه. تعالى. ده المفاعل ديمونه. هو ده. فين العداد؟ العداد بتاع المفاعل. العداد زي الفيلم. خريه؟ ايه؟ شلاليه. اش على هات قول اي كلام. شرخري. يا ابو حوده شرخي. ايه؟ ابعد انت. مفيش الشرخي. الشرخي. انت ما لا اسفين، احنا جينا في وقت شغل شكلنا. شالوم. عليكم الشالوم ورحمه الله. يلا يا ابو حوده بقى نرجع على مصر بسرعه. نرجع على مصر. يلا يا عم على مصر. ما تبقاش عبيط. على المفاعل. يلا يا ابو حوده. يا ابو حودة حلوة جميل. يا ابو حودة وحشني فيها يا راجل. هو كامل برخامته. ايه يا ابو حودة حلو؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انت عندكم مفاعل نووي في مصر؟ عندنا مفاعل، عندنا اتنين ابو حودة. يا ابو حودة. طب اقعد يا كابتن. انا مش كابتن، اهو انت اللي كابتن وستين كابتن. ايه يا ابو حودة في ايه؟ ما تعصبناش بقى. هوبا هوبا هوبا. طويلة وعالية انما. يا ابو حودة يا حيل. هوبا هوبا. انتوا مين فيكم كامل؟ اه اه
ايه العجاز ما كامل؟ ليه عايز تاخد بيها ولا ايه؟ ايه العجاز ما بقول لك؟ ليه؟ اشوف حاجة. الرباط رابط جامد ابو حودة. فكه. شوف ابو حودة الحلو والجميل. فكه. ماشي يا ابو حودة. انت شاكك فيا؟ اه. ماشي. ايه العشرات؟ ليه؟ اشوف حاجة. واحد اتنين تلاتة ونص ونص. انا بعت بقى عشان اعرف اجي. يا سلام يا ابو حوده. انت خاين. انا بعت حاجة يا ابو حوده. قوم قوم. استنى اما البس الشراب. اخلص قوم. والله ما ينفع اما البسه. والله مش حافي. اخلص يا ربيع. الله سريخي. انت فاكر ايه؟ هو ما امشي عافي. انت غريب يا ابو حوده. ايه قوم يا خاين يا كلب. بعتنا ليه؟ بعتنا ليه؟ لازم اسلمك لابوك. ولدي. هوبا هوبا. عد الترعه وتعالى يا ولدي. يلا يا ابويا. اوعى ابو حوده. ايه الهل اللي بل اللي بل الهل اللي بل اللي بل الهل اللي بل اللي بل الهل اللي بل اللي بل. الله مزيف. هوبا. ولدي كيفك يا ولدي؟ كيفك ابويا؟ تمام يا ولدي. بايدي اغسلك من الخيانه يا ولدي. اغسلني من الخيانه ابويا احسن. بقالي يومين ما كنتش. انزل يا ولدي. انزل دسق الزرعه اللي فوق دي يا ولدي. والنبي اغسلني من هنا عشان خنت من هنا. ارفع من هنا امبارح. ارفع يدك. ايوه ايوه والنبي يابا. سلام ابو حوده يا حلو. ايه ده يا عم؟ هو استاذ محمود عبد العزيز كان بيتحرش بابو حوده؟ ايه اللي هي 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 هي. ليه ده؟ ايه يا ابني مال دماغك راحت فين؟ دماغي راحت يا عم. انت البتاع اللي انت شربتهولي ده فجأة لقيت نفسي فيلم اعدام ميت بتاع استاذ محمود عبد العزيز. ابني انا شربتك شوية شاي اخضر هتعمل في دماغك كده؟ امال لو جبت لك نسكافيه هتعمل ايه؟ فجأة هنشوف ذئاب الجبل يا عم. كامل. مين دي؟ امي امي. طب انا اهرب انا. اجري بسرعة. ربنا يسترها. ايوه يا ماما. حبيب ماما. ايه ياما في ايه؟ بتدي امك بالرجل في بطنها؟ نهار اسود. ايه ده؟ جالي كرام. كرام؟ باظت والله تقريبا. ولا ايه ياما؟ ايه اللي تلاته اللي انت عملتها دي؟ ايه ياما في ما في ام تخش كده؟ ياما خلاص كبرت على شخبط شخابيط ياما. امال عايز ادخلك بايه؟ حاجه بقى كده. الوساده الخاليه تعبت مني يا غاليه. تعالى هنا. ايه يا ماما؟ فين بصت ماما؟ اهي يا ماما. ريحه بقك ايه؟ شارب شاي اخضر. طلع العلبه اللي في جيبك. ماما في بقى. طلع العلبه اللي في جيبك. خد العلبه. كل سجايرنا بتشربيها. خد دي. مش سجاير. ايه دي؟ بانجو. البانجو ده مش بانجويه والله. بانجويه مش بانجويه. بانجو الواد له اي. مش بانجويه. ولا فين الشبشب؟ لا شبشب لا. فين الشبشب؟ شبشب لا ياما. يا لهوي. انزل عشا ضغط. حاضر ياما. يلا. كل يوم ضغط ضغط. استنى. ايه؟ خدني على ضهرك. يا نهار اسود. يا نهار اسود. ده العذاب الأليم يام. أبوس إيدك يام. هاتي إيدك. الإعدام عندي أهوى من إنك تعملي حركة زي دي. قوم. دارك. قوم. الحمد لله دارك. أنا بعمل زي الجريدة. قوم. يام. مفيش بانجو تاني. مفيش بانجو تاني. وهتذاكر. وهذاكر. وهتطلع مهندس. هطلع فؤاد المهندس. راحت الكتب. حاضر ياما. يلا. حاضر ياما. يلا عشان مستر جاي. الحمد لله انقذت ظهري. ايوه حاضر. حاضر يا فندم. حاضر.
يا مستر، خطوه عزيزه والله، بس مش كده يعني. وعليك ازيك حاجه من الاخبار ضول ايه؟ الله يرضى عليك. تاني غلط ارد عليك عشان تعرف حالي ماشي. تاني غلط ارد عليك عشان تبدا الدرس. يطلع مهند مش عايز يطلع مهند. طلع مهند زي ما انت عايز. ماشي بدون كده ماشي ماشي عشان تطلع مهند. لا لا ان شاء الله. ودي دي ويا وانطرد وبتاع ودي اي او يلا بغينا نتعامل. تاني غلط عشان تبدا الدرس. يلا يلا تاني غلط عشان تبدا الدرس. انت مش عايز تطلع مهند. طلع مهند عشان فيلم محادي ما حد ثاني عشان مهند كده عامل عماره كده عليك كده انت عايز تقول لي كده. بتقول ايه يا حبيبي؟ بتقول ايه؟ تاني غلط ايه؟ ادي النقاني عايز كامل ابني؟ ايوه عينيا يا لهوي يا لهوي يا كامل يا غزال يا ولا المستر اللي بيضحك جه. ايوه يا ماما ازاي حضرتك يا مستر عامل ايه؟ الحمد لله. احكي لك على الملا عندنا ما تحبنا ما تحبنا اجي تحت البيت عندنا ما تحبنا عندنا ما نقول لك كل حاجه قالوا حاجه انا قلت لك من بره ابوي قلت عندنا حد عند البيت عندنا او حد يجي له من البيت والله العظيم. انا بدي يا ولد كده وجدوا البيت عندنا وانا كش وعملت مقصور والله العظيم. شفتي بقى انا بسقط ليه؟ انت بتضحكي؟ بتعملي كده؟ حكي انا بفتح ده بفهم ببص لده ما بفهمش. معلش بقى بيقول لي هيروغليفي يما. معلش هيروغليفي. معلش انا بقول لك على هيروغليفي. قول لي علي اسكت يعني مش كلام عليك كلام عليك انت مش عارف تكلم في عندك اطفال ولا ايه؟ قول له والله العظيم عم كلهم مثلك مش عارف يقعد عندك عم يردوا غلط عم تشوف جو جو اجيك انت بتش عم تبخزر كله والله العظيم. يا عم ما تضحكنا معاه ما تضحكنا في حاجات بتضحك بتقولها صح؟ والله زي ما كده قولها لنا بقى زي ما ده احنا اصلا عيله هلس نحب الضحك بس نفهمه. انت لابس قميص انت لابس قميص وزراير حلوه ماشي بس مش لازم حاجه عشان امه شايف دي ماشي ركب معايا فكرك ركب معايا فكرك عشان انت تلمع عليك بقى عشان ترجل معايا عشان دي الشنطه ودي 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 اي ركب معايا يا مستر مش انا عايز انجليزي مش الفارسي هاخده لما اكبر اخد فارسي مش عايز فارسي بس ده هو انجليزي قميص وزراير حلوه ماشي هتتكلم معايا انت شايف دي؟ ماشي لكن معاك كلام انا معاك علينا ما تنجز وانا بقول انا ما اقول لك ادي ادي وانا ما اقول لك ولا داي بس انا بقول لك داي انا مسؤول وانا اقول انا ادي الشغل وداي ما تفرق معاك كلام شن داي ده يا عم شابلن افهم ما تخلدناه اللي انت بتقوله ده ما في اللي في هنا انا نروح بعيدنا انت ما تجدي انت شايف دي صعبه بتقلب ماشي. لا لا خط مش خط مش منع راجع ولا الشو تقول انسى زلي اجي شيك قول انا من المصحف كذب بتضحكي مش ده اللي بتضحك حاجه هعبطك والله طب لا 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 اما معلش انا بس عشان انا بتكلم معاك والله وشايف دي ماشي انا مش بقول عم بقول لا 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 ولا بقول انا ولا لا بتكلم ولا وده اي لا ترجع فكر معايا عشان انا معايا طلب وانا يا عم انت انا مدير الشام ايه انا مدير الشام حمص الشام اعملها حلبسه يا عم عينيا حلبسه بس عايز اقول لك تعالى تعالى حلبسه وانت تقول طيب وانت تمشي كده ايه ده لابسه ستاره ايه ده لابسه ستاره افتح الشمس تدخل انما انا واقف عدمه ركز معايا فكره عشان بس كنت بقول لك بص انا الشام مدرس شامل ايوه ده مدرس شامل بعون الله ماشي انا بقول لك هديك اول درس ها هذا فوناتكس يعني ايه بتاعي دي مخارج الحروف. انت بتضحكي بضحك ايه بضحكي بقول لك مخارج الحروف ده هيديني انا المخارج ده حروفك كلها في الخارج دين انا انهي مخارج انهي ما مش مخارج خرج تنصيب مش عايز اللي يخرج انا زين مخارج اللي يخرج والله جيت ثاني والله وانت لابس قميص وزراير حلوه اتكلم على هذا انا قميص برضه والله معلش يما اي برضه رجع معايا كده ماشي احنا النهارده قميص زراير حلوه واي تضغط ده بعد اذن فريتكس رجع معايا كلام ماشي يلا الفوناتكس الف فتحه حماده حلوه
دي مفهومه حتى لو غلط بس مفهومه. ايوه. الف فتحه احماده. الله يبارك. ماشي. ب فتحه بحماده. ب فتحه معلش ب فتحه بحماده. ايوه لا 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 كده ما تقولش صوت على كده. ت فتحه تحماده. واضح ان احنا هناخد درس حماده النهارده. يلا النهارده حصه حماده، بكره كطتي صغيره وهلو بويز هلو بويز هاو قريب. سيبني عليه اضربه عشان فيش غل. معلش يا ام هعبطك والله العظيم يا مستر. معلش يا ام بقى. ت فتحه تحماده. س فتحه س حماده. حبيب امك والله. غلط 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 في حاجه اسمها س فتحه سحله. معلش كده معلش يا ابو علي ده والله ونرد انت كده بس قميص وزراير حلو انت كده بتتكلم عادي شايفه دي اه ماشي قولوا اه قولوا اه وانا ممكن انا واحط كده بس يا غير تتكلم على الكلام على خلاص ايه ده في خلاص هتتضرب هتجيب مرشد سياحي يفك الشفره تعمل زي حجر رشيد انا اديك في نطق هديني بالاغاني انت آه. ما سيبك من الف فتح حمد سواء انت مش ما عارف اغنيه شيري انا كل ملك اه انا شيري ماشي انا كل ملك انا كل ملك انا كل حاجه بدنا دي اني أو مش بحبك حبك بالنسبة لي والله العظيم قولي يا قولي يا قولي يا معلش يما بقى هنعمل ايه يما مش ده الدرس وده المدرس ما التعليم باظ عشان كده طيب. كمل يا مستر يلا قولي ورايا أنا أنا قولي مين أنا قولي مين أنا قولي حبك بالنسبة لي أنا قولي حبك بالنسبة لي أنا مش بحبك حبك بالنسبة لي الواد اتهبل بسببك لا حول ولا قوة يا شيرين عملت شريط للخرس يعني عاملة شريط آلي ده بتاع الكرس معلش السنة دي ده معهد سم وبكم بيدرسوه معلش انت بتري علينا؟ انت نعمل لي كده في ايه؟ انت بتري علينا؟ اه وانا قميص وزراير حلو فيتكلم معايا اتكلم معايا عشان انا كله اي اي كلمة معلش يما بقى انت جاي على اللي فاهمينها وتزعقي انا لا تبوك وانا في الحق شايف دي اه ماشي انا هاجة وانا اهو يا معلم فرج ده انا يا معلم تعالى القزمة سيبني انا بس تعالى تعالى يابا والنبي يابا اهلا مستر المساطير الله يهديك علي مستر الحمد لله عامل ايه؟ الحمد لله حاجة كيف العيال؟ الحمد لله صغير انا والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربنا يبارك يا رب اخبار الواد ايه؟ عايز جاك منه؟ اه عايز جاك ماشي انا ابوك اهو عمل ايه؟ انا كمان اهو انا من شغال ابوك اهو انا نجل انا عايز اشتكي لك الحاجة عليك عمل ايه يا مستر؟ امبارح ايوه ابو فلان هو العنصر حسب بقى ابو زغد حد هتحضرنا زي ما بتسال وتو ابو عمر الله لا 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 يرضيك لا طبعا ما يرضنيش ده كلام جريا اصبر عمل ايه تاني اول امبارح اه ابو فلان هو العنصر انا قاعد انا انا قلت له محمد ايه ابو الله انا انا يا عم يرضيك بتعمل ايه؟ اه ليه يابا كل ده ليه؟ تعمل اللي انا مش فاهمه؟ انا ما ربيتش ولا ايه؟ يا نهار اسود اوري وشي ازاي للتجار بتوع سوق الخضار؟ ابني يعمل ها؟ يابا انا بقالي سنه بتضرب نفسي اعرف السبب والله يا اول امبارح اول امبارح عملت ايه لا ما شفتوش والله محتار ولا مس قميص وزراير حلو انا ممكن اقول لك اقول لك اي هم دول تلمذتك ولا ايه كلهم حافظين ما شاء الله
دول كلهم حافظين وانت لا يا ابني. معلش يا مستر. دول شططي شايفين دي؟ وبيدفعوا كتير على كده؟ أهم حاجة أنا عايزك تذاكر للواد ساينس. أيوه عشان يطلع دكتور. يطلع دكتور ده ساينس عشان عزيز أمه حام. ماشي. لا هتدي للواد إنجلش عشان هيطلع مهندس. أيوه المهندس يفتح العمارة. إيه اللي بناه عليه ماي. ساينس ويطلع دكتور. يطلع دكتور؟ لا يطلع إنجلش وياخد مهندس. ياخد مهندس إيه؟ يطلع ياخد إنجلش عملت إيه في الولاية؟ نبدأ نديله الساينس. اقعد يا احنا نديله ساينس بالانجلش خلطبيطه بالصلصه كده ويطلع بقى حاجه مش فاهمها. ماشي يلا بينا. انا جايب لكم احسن مستر من وسط السناتر كلها. اتفضل يا اقعد يا شملو. اقعد ولا ايه؟ جلد طبيعي. انا كلام هذا نقطه من الاستاذ بجد ولا على حد ولا بقى ولا يفرق معايا. وطابع طابع عشان انت عشان انت لابس قميص وزراير حلو. انا مش عايز عشان ما هو في اللوف حاجه قال. ماشي انا عايز اوضح وانت كامل ودي امك. ماشي هذا ايه تعدي. انت بتعرفنا ببعض. انا خش على الدرس يا مس. يلا نخش على الدرس عشان مش مهم. وانت يا دكتور ها سمو الشارع بيقول انا جاي اخطب يابا. اهو هتفهم احسن من مستر. يبقى هو صح. يلا السؤال بيقول يلا راجع معايا بص عارف السؤال بيقول السؤال بيقول ايوه يلا ده انا كنت بقول السؤال بيقول ده كان في الاخر حاج بص حاج شايف دي حاج. هو انت مش شايفها ولا ايه؟ لا انا شايفها ده مظبوط. دي اورنج ودي بني ودي ودي كوار دي تاخدها اي زوجة انت عشان شايف دي مظبوط. السؤال بيقول ايه بقى؟ ياض عايزك تطلع دكتور وتعالجه ياض. حاضر ياض. وانا كمان كده. ار يو هيومن بي ها مسمعها الصبح. ايوه لا لا يس ابن امك ياض. قال لي غلط غلط والله والله غلط غلط. اه يا لهوي غلط. ليه يابا ليه غلط ليه؟ غلط ياض هتفهم احسن من مستر. قول له الصح يا مستر. ازاي بتقول يس اي ام هيومن بي اهي معروفه اهي يس ترى ماشي يابا. يلا يلا قولوا معايا يس اي ام هيومن بين يس اي ام هز يا حاج هز 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 معلش يا هز كده هز كده معلش. ده بيدرس بالاغاني ده الجديد ده النوع الجديد بجد. طب يلا يس اي ام هيومن بين يس اي ام هيومن بين اليوم يا 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 اليوم اليوم دي في الاجابه؟ لا 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 اليوم في الشرقيه. ايه الاجابه في الاجابه؟ انا فاكر الدنيا تجيب لي اتلخبط المحافظات يا معلش يا بعمل ايه بجد؟ ركز معايا في الجزء والله العظيم يا ماشي. السؤال التاني بيقول ها ركز معايا كده. السؤال التاني بيقول ماشي وركز معايا كده. هاو هاو اولد ار يو ها غلط 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 يا غلط ليه يابا؟ هنفهم دلوقتي ليه. I am 18 years old. انا كده علينا كده كل تلامذته عرفوها هم يا انت الوحيد اللي ما جاوبتش. انا مش فاهم يعني ايه الناس بتقول. قولها تاني كده. I am 18 years old. الله يا الله ما عليك. سقفناهم يا
يبقى انا الحمار يابا. ايوه طبعا يا صح يابا. اهو جاوب اهو. ايوه صح هي باينه منه. ايوه يبقى انا ودني فيها حاجه. يبقى انت تاخد وجهك شايف دي؟ اه ماشي. انت بتكلم يا لمحار. انت بتقول وانا بقول لك قول حاجه. والله غير. ايوه والله قول له حاجه. انت بتقول انا رايي تخش على الصيانة. ايوه تخش على الصيانة عشان يطلع. لا كمل انجلش. ايه كمل انجلش؟ كمل عشان يطلع مهندس. خش على الساينس عشان يطلع دكتور. هيكمل انجلش عشان يطلع مهندس. يطلع دكتور. يابا انا عايز لا اطلع لا مهندس ولا دكتور يابا. ادف فلسفه ولا زي الفل يا حبيبي. ادف فلسفه ولا زي الفل. ادخل يعني مش عايز تطلع دكتور ياض؟ اي ونت تو بي امان افوت بلاير بوي. ايه الحيوان ده؟ عايز يطلع لعيب تنس. قال لك افوت بلاير. طير كده. تنس. تنس ياض بعد المصاريف اللي انا صرفتها عليك دي كلها ده انا ماشي ياض في وسط السور خضار. اه عمال اقول لهم الواد كامل ابني هيطلع دكتور. اه هتطلع دكتور غصب عنك. اه هتطلع دكتور ورجلك فوق رقبتك. يا نهار اسود امي هتقلع مالتي يا. هتطلع دكتور ورجلك فوق رقبتك. حط رجلك فوق رقبتك. ازاي دي يابا ده عايز ابقى ليه؟ تطلع دكتور. خلاص انا بقيت دكتور اصلا يابا. تخيل يا لو امي افتح بقي ايه؟ عيانه بقيت دكتور. اطلع دكتور وانت تطلع معايا دلوقتي على المطبخ عشان تاكل. ايوه ايوه يا حاج امرني امرني. هتطلع معايا المطبخ عشان تاكل لقمه. ايوه اذا كان ناكل لقمه بقى يبقى نروح المطبخ عشان نملى المعده ولا ايه؟ صح. يا اخي النطق عنده بيتغير يا اخي. تعالى يا باشمهندس. انا هجيب شنطه. ايه هجيب شنطه دي شنطه. يلا يا حاج بيعه دي علقها على الحله بتاعت المحش. وانت تلاقي كل معاك له. وانت لابس قميص وزراير حلو. يتكلم معاك كلام على وفلا شايف دي. اه ياخدوا الدرجات النهائيه الناس دي. اطلع دكتور. مش هطلع يابا ولا دكتور ولا مهندس يابا. وشايف دي ماشي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابا. انا بصغر انا بصغر. عايز ايه؟ ايه القرف ده؟ انا كنت كده وانا صغير؟ اه الحمد لله ان انا كبرت. الحمد لله. تعالى يا ابني في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت بتعمل قصه حياتي ولا بتعمل قصه حياه سماح انور؟ ليه؟ مشي حالك. مشي حالك ايه؟ انا مش عايزك انت. انت عايزني ليه؟ انا اضطربت. انا مش عايزك انت، انا عايز الاصغر منك. قول انا بصغر قوي. يا سلام على الدراما. انا بصغر قوي. ايوه يا حبيبي شفت. ايه يا نور عيني مال انت وانا صغير قوي؟ ايوه. طب انا مش عايز اكمل في القصه دي. ليه؟ بعد اذنك مش عايز اكمل. ايه ده؟ ده ايه اللي دخله تاني؟ يا ابني مش اتقمصت ومشيت؟ انا قلت للمخرج دخلني تاني. طب انا هشوف بقى انا المخرج ده لما اخرج له. انا فيه يا عم اما اخرج له ايه؟ انت حرام عليك. انت بتمشي الدنيا بمزاجك. بتمشي ده ليه؟ مش يمكن ربنا بيكرمنا عشان ده؟ انت عارف السر فين؟ انت بتشحت عليا. انا عايزك تقعد حبه يا ابني. في ايه؟ مش عايز يا عم اقعد. خلاص امشي امشي غور دلوقتي. خلاص امشي انت عشان احنا هنكمل. يلا امشي انت دلوقتي. بقول لك ايه؟ أيوه. مش عايز اكمل انا قصتك. ليه حصل ايه؟ مفيش حاجه حصل. انت مين انت؟ انت عبد الحليم حافظ عشان نعمل قصه حياتك؟ يا ابني شعرك عامل كده وعامل لنا كده. عامل ايه؟ يا ابني في حاجه في القصه وحشه؟ لا انا مش. هو انت كده وانت في ثانوي؟ ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في خشب في خشب مفيش وراها حاجه. خشب اهو. ولا ايه؟ تعالى في الحضانه ونجيب رمانه. تعالى يا نهار اسود. تعالى يا تعالى. عيب 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 عيب. في ايه؟ لا مش عيب. حرام عليك. مش شايف المناظر اللي ماشيه معاها من الصبح؟ انت بتقولي على مين؟ عليكم انتوا. مالها يا بت المناظر اللي انت ماشيه معاها؟ ده احنا احلى ناس في مصر يا بت. مالها المناظر؟ مش احنا احلى ناس في مصر؟ والله يا صاحبي عندها حق. ده حق يعني ايه؟ انت اكبر دليل ان الانسان اصله قرد. طب وانت الانسان اصله ايه؟ دب. طب كويس ان انت عارف نفسك. انا مش هكمل قصه حياتك دي مش عجباني. مش مهم انا اصلا هكبر. هتكبر يعني خلاص مش عايزني؟ مش محتاج. يلا انت ولا زهر. يلا شكرا خلاص. يلا شكرا. لا والنبي والنبي تعالى. والنبي ما تسيبه يمشي
امشي والنبي. ترمي نفسك. انا اصلا لازم اسيبه يمشي عشان انا دلوقتي هكبر وهخش الجامعه. هتبقى احلى من كده؟ هخش كليه طب وهبقى قمر. فين؟ انا دلوقتي هوريكوا شكلي وانا في كليه طب عامل ازاي. ورينا شكلي كده. الله. ايه ده؟ لا استنى استنى، ايه اللي دخلك؟ انت مش شاورت؟ قلت ادخل. وانا بشاور على النص يا اي حد بيعدي. يعني انت مش عارفه القصه ماشيه ازاي؟ عامله من الفلبين يا حبيبي. انت شاورت دلوقتي دخلت في ايه؟ وبتخش ونفشه نفسك قوي ليه؟ ناقصه نفشه انت؟ ما انت منفوشه لوحدي. يا ابن امك انت ازاي تكلمني كده؟ بعدين انا بقول انا شكلي وانا في كليه الطب، مش شكلي كليه الطب. انت اساسا ما تربيتش. تمام يلا. انا ما عرفتش اربي. ايوه انفشي نفسك اهو. ايوه اهو. ايوه انفشي لي نفسك واخرجي. ده ام عجيبه. ايه ده؟ مش فاهم انا النفشه اللي هي فيها دي بتنفش نفسها ليه؟ يا عم انت فين؟ انا هوريكوا دلوقتي شكلي وانا في كليه الطب. وريك. بقى كده إيه. انا جيت. اهو شفت حلويت ازاي لما كبرت؟ حلويت انت رجعت قرد تاني. عيب عشان ده انا برضو افهمني. ايوه انت بتعيطي ليه؟ ابوس ايدك رجع لي بتاع ثانوي تاني. احترمي نفسك بقى، احترمي نفسك. انت ايه اللي جرالك؟ ايه المنظر ده؟ عملت حادثه قبل كليه الطب. يا كامل وانا صغير. يا كامل في ايه مالك؟ ايه اصحابك هيروش عليا ولا ايه؟ محدش يقدر يروش عليك، عيب عليك انا موجود. عيب يا كامل وانا صغير. خلاص يا كامل وانا كبير يا جدعان، عيب يا جماعه عشان الراجل يعرف يعمل الدنيا. بص يعمل الدنيا؟ اعمل الدنيا ماشي. انت هتكمل مكاني. وانا في الجامعه. تمام تمام على الله. خلي بالك انا مش هكبر اكتر من كده. يعني انت جايبني على اللي بيموت على طول؟ انا النحس اللي عندي هتموت؟ لا دي اخر مرحله ليه. انت اللي هتكمل بقى يا رب. وخلي بالك انا دوري وانا في الجامعه دم خفيف. تفهمني ولا ايه؟ يعني اقول نكت يعني؟ لا عايز شقلبه. عايز شقلبه معاك ربع ساعه من دلوقتي. عايز شقلبه وضحك وهزار وكل حاجه. الناس دي دافعه فلوس جايه تتكيف هنا. ماشي؟ يعني انت بالك ساعه الا ربع عادي عاوز بتزنقني في الربع ساعه؟ انا يا ابني انا دوري في الجامعه كوميدي. خلاص هكمل قصه حياه اسماعيل ياسين انا. أيوة. بتضحك. ايوه ماشي يلا. ها اتفضل. ربع ساعه يلا يا اخوان. خد معاك البيبي المنفوخ ده. يلا. ايوه خلي بالك لو الناس مش طايقه وش امك. تمام. ها مش طايقينك وانت واقف مفيش امل. اعمل ايه؟ افتكر انا كنت بعمل ايه. ايوه كنت بتعمل ايه؟ وي 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 وي. ما عملتش انا العبط ده. وي 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 وي. ابتدي دوري بوابه اهو. كل عايز ضحك اهو جرس. يا جماعه هو الباب هيلف يفتح ولا ايه؟ يا بتوع الديكور اوعى يا عم. منور يا دكتور. منور انت اللي ببيتنا. ايوه صحيح. انا المعلم شماندي الحانوتي. زملاتك قالوا لي ان انت عايز جثه تشرح عليها. ايه ده انت المعلم بتاع الجثث؟ هو انا. ده بيقولوا جثثك فريش وبتلعب. حبيبي ده ليه واحد صاحبي ما يستبحش الصبح غير بكوبايه شاي بيسقي فيها جثه من جثثك. ما اصل انا ما اجيبش اي جثه. انا الجثه بتاعتي لازم تبقى طازه، يا دوب ميت من نص ساعه ربع ساعه بالكتير. يا سلام. وايه اللي عرفك ان الجثه اللي جايبها لي ميته من نص ساعه؟ انا اللي مخلص عليه. يعني انت جايب واحد قتل وجايبهولي؟ ايوه يلا عشان نشتغل بقى عشان ناخد القرشين. لا طب استنى اقفل الباب على ماما عشان لو شفت الجثه تموت فيها. يلا ماشي حبيبي. ماما. ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ ايه يا معلم؟ انت ايه اللي قومك؟ قومني ايه بس؟ انا مش فاهم اي حاجه. انا مش فهمتك هننصب عليها تعمل فيها جثه وناخد القرشين ونمشي. ما انت بقول لك ايه كل مره بيجي يشرح فيا ويقعد يفتح في بطني ويعمل حاجات. لا 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 خلاص المره دي انا هاخد بالي والله. اقعد تاخد بالك بس بلاش لعب عيال. لا مش ما تتحركش ولا تتنفس. لا اتحرك ده انا عملتها كتير بس بقى عشان كده. يلا خلاص يا ماما خليك انت ما تجيش في حاجات غريبه. منور يا معلم. فين الجثه بقى؟ اهي اهي دي جثه بجد يا ماما.
والنبي ما تسيبنيش ابوس ايدك. ايه ده يا دكتوره بس وقلب ماما مش جامد وعملت لي فيها بتاع، اهدى بقى. انت بس عشان اول مره، واحده واحده، بعد كده هتاخد على الجثث وتشتغل معاها عادي. والنبي ما تسيبني استسمع ان الجثث ده انا معاك عفريته. انا معاك ماشي، يعني انت ما تسيبنيش والنبي خليك. يلا بينا. ايه ايه انت واكل كرومب ولا ايه؟ الجثه اتحركت. الجثه اتحركت. الجثه اتحركت والله العظيم اتحركت. اهدى اهدى اهدى، دي هلاوس. انت بدات تهلوس عشان انت اول مره وخايف. انا راجل علمي، مفيش حاجه اسمها جثث تتحرك. في ايه؟ اكيد دي هلاوس. ايه رايك؟ امشي اهو. ايه اللي حركك؟ ايه يا تافه؟ ارجع ورا. دكتور 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 اصحى. تيتا. تيتا مين؟ انا المعلم شماندي الحانوتي. انت اللي جايب جثه هناك اهي. الجثه دي هتتحرك دلوقتي. لا يا عم والله انا شفتها هتتحرك. ازيك يا عم؟ اهو دي هلاوس يا دكتور. هلاوس. بقول لك عشان نخلص من الهلاوس دي، هات لي الجثه دي في النص عشان نشرحها على طول. اجيبها لك. بس اهي جت اهي. تعال يا حاجه تعال. بس يا دكتور انا اللي جبتها يا دكتور. انت اللي جبتها مش احنا اللي رحنا لها صح؟ لا طبعا. لازم يكون كده عشان ده يعيش. انت اللي جبت الجثه. روق بقى. اوعى تكون سارق منها قلب ولا كبد. عارفكوا حنوتيه. والله عيب عليك، ده انت هتفتح تلاقي قلبين. يعني دي فيها قلب شمال وقلب يمين ومستحت على الصدر. هي دي الهايلاين ومفتحه سقف. هي كده. لا يبقى احنا نفتح على طول بقى. بدل الجثه بتتحرك. والله بتتحرك. لا دي هلاوس وانت اللي بتخرف يا دكتور. هلاوس بتزيد. ماشي احنا نشرحها بقى على طول. ما دي مش مروحه، بتتحرك والله. عندك حق، بس ده زلزال يا دكتور. يا سلام زلزال تحت الجثه بقى. اهو ما كلنا بنتهز اهو. كلنا ايه؟ ما انا واقف عادي اهو. مفيش زلزال. شد الفيش شد الفيش. بس 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 هلاوس يا دكتور. هلاوس. انا اروح اجيب اتنين ليمون يروقوا اعصابهم. خليهم ثلاثة. ده هلاوس؟ لا ده الجثه اللي اتكلمت. يلا بقى. هي في جثه بتتكلم يا يا عم هلاوس. عندك حق يا حاج، انا اسف. هي ما بتظهرش على رجاله. انت بدات تتخرف وكلم الجثه. لا صح، بقول لك ايه، انا اروح انشف البنطلون من الهلاوس واجي لك. هلاوس ياما. والله هقتلك. والله هقتلك. والله ما عارف. يلا يا تافه. مش عارف اتنفس. اقعد ياه. طب ورينا هتنفس ازاي. نفس ازاي؟ ما تحط اللي لازم اعلمك. ادي لنفسك مساحه هواء. البسها وبس. ادي لنفسك مساحه هواء. فين ده؟ بس انا كده نفس البنطلون. مساء الخير. مساء. زفت على دماغك. ازي حضرتك؟ كنت كويس. ما تعرفتش بالبرميل؟ لا انا مساعد الجثه. مساعد الجثه. ما الجثه دي لازم ليها مساعد بتنفش. بسم الله ما شاء الله. تزودتوا الخميره بيره على الجثه؟ دي جثه اسفنجيه من اللي بتضرب في السقف. لا بقول لك ايه، بص الجثه دي لو سيبناها تنتشر على الحيطان. حطها لي في الثلاجه. لا انا شايف ان احنا نشرحها على طول. ولا انا احب اشرحها. والله ممكن نفتح بطنها ونشرح، وفي قلبين وفي حاجات وعسل واستزراء. يا ابني انا احب اشرحها وهي ساقعه، مع حته جبنه في العصريه كده يا على الجثه وهي ساقعه. ايه ده؟ استر عليا. انا كنت عارف. استر عليا. بوس ايدك. استر عليك. لا لا تشتغلوني. نزل ايدك يا ده. انا الجثه. انا اسف معاك الجثه. ايوه وانا هنبلغ عليك البوليس. انت بتسرق جثث. ايوه عارفين عنك كل حاجه. ايه ده انتوا بيتي وجايين تحوروا؟ يلا حرامي. أيوة حرامي. والله لا ابلغ عليكم انا اللي هحضر. يا دكتور كامل. بابا استخبوا. هسيبكم بس استخبوا. بابا فين؟ بابا لو شافكم هينفخني والنبي. يا ريت استخبوا. يا دكتور ايه عندنا ضيوف النهارده ولا ايه؟ دول انا محسوبك المعلم شماندي جاركو، ورجلي اتخبطت على السلم، عرفت ان في دكتور قلت اجي. احسن دكتور عندنا في المنطقه. يسأل أي حد هيقول لك أحسن دكتور عندنا في المنطقة. أنت اخترت صح يا عم الحاج. وروح يا دكتور كامل اكشف على جارنا. حاضر يا بابا. اكشف عشان رجله تعبانه. اكشف ايه يا بابا؟ أنا في سنة أولى كلية يا بابا. يعني إيه في سنة أولى؟ ما خدتوش وقعت السلالم؟ لا. ولا خدتوا قفلة الأسانسير على الصوابع؟ قالوا لي تدفع المصاريف نديك الحاجات دي يا حاج. خش اكشف عليه بالسماعه ام 470 جنيه اللي انا جايبها لك. حاضر. انت جايبها تزلنا بيها يا حاج. هكشف هكشف. معلش بس بابا تلاقيه يعني ده بيضرب بالكلام. معلش نكشف نكشف. خليه يقول قول. عنده ايه؟ عنده ايه؟ ما قالش غير واحده. قول احلى من دي. وايه؟ ده عايز دكتور امراض نسا كده. قول حلوه. اه
تحب تسمع حاجة قديمة؟ قبل ما الحجارة تخلص بتاعت الحج. يا طلع عنده ايه؟ هو عنده ايه الحج؟ رجليه مكسورة بس يا دكتور. ايه ده انت دكتور زميل؟ اهلا وسهلا. عرفت ان رجليه مكسورة؟ رجليه مكسورة يا بابا، تمام الحمد لله. كشفت عليه، اكشف على رجله بالسماعة ب 870 جنيه. يا بتغلى واحنا واقفين السماعة ولا؟ ماشي يا حاج، رجليك اللي وجعت؟ ما تقلقش البعيدة دي. ايوه. ايه يا دكتور؟ عنده ركب في رجليه. يا نهار اسود. بسم الله ما شاء الله. مشكلة انها جاية في النص بالظبط. ازمة ازمة، دي مش موجودة غير في الديناصور وفيه هو. كويس ان انت اكتشفتها. الحمد لله. الحمد لله. احسن دكتور في المنطقة. اكتب له على روشتة من دفتر روشتات اللي جابه لك ب 240 جنيه. يا بابا ده بجنيه وربع من الفجالة يا بابا. هتحبس، انا مش دكتور. اكتب له على الروشتة ما تقلقش. اه حاضر يا بابا، يعني هتدافع عني ان شاء الله؟ عليه. اه ماشي. منورنا. هل تحبي شوربة لسان عصفور ولا شوربة كريمة يا فندم؟ لا شوربة كريمة. تجرب طبق اليوم معانا النهارده، بنعمل كوكتيل. مش هتنسى ادوارك دي ابدا. ده دكتور. تبدو الروشيتا عادل. حاضر اهو بكتب. ايه ده؟ ده خط واضح. امال دكتور ازاي؟ لازم يبقى نكش فراخ. ايوه صح صح، عشان تبان دكتور. لو في صيدليه حلت اللغز ده يصرفوا لك العلاج. اتفضل. شكرين يا دكتور. شكرين الف شكر. تمشي بابا كل يوم 10,000 كيلو الصبح. 10,000 كيلو؟ الصبح، وتغيروا له زيت. لو جاب كبالن ماليش دعوه. الله ينور عليك يا دكتور. كده انا مش هتفشخر في سوق الخضار. بقول لهم كامل ابني احسن دكتور في المنطقه. انت في مطلع يا حاج، هتتفشخر بيه في سوق الخضار؟ والبالطو اللي انا جابهولك اهو. بتنيمني بيه ده، لو بامبرز مش هقعد بيه كده. الله ينور عليك يا دكتور. وعليك يا حاج. ابني الدكتور كامل احسن دكتور في المنطقه. اتفشخر في سوق الخضار يا حاج، مخلف خيار اصلا. اكشف احسن دكتور. هو الجرس اتصلح لما انا جيت صح؟ السلام عليكم يا دكتور كامل. دكتور كامل، بعد اذن حضرتك، مامتي وهي بتنشر في معلقه وقعت عندكم. ماما وهي بتنشر معلقه وقعت؟ هي ماما كانت ناشره رز بلبن؟ يعني لا، انا قصدي ان هي بتنشر كانت بتشرب شاي في المعلقه. لا ما هيتركز بقى، يعني لا تشرب شاي لا تنشر، ولا ماما بتخطط للغسيل قاعده ماسكه الشاي. انشر من الشمال لليمين يا ام ميسه، ولا من اليمين للشمال اسرع؟ هات سجاره ميسه نشوف ام الغسيل ده. يعني ماما بتحب تعمل طقوس و... بعد اذنك يا دكتور كامل، هات لي المعلقه بعد اذنك. حاضر حاضر، هجيبها لك. ثواني يا فندم. ثواني. تقول لك معلقه وبتاع، وانا في معلقه وقعت، هي بس بتستفرد بيا شاب وقاعد لوحده. انا اعمل صايع زي اصحابي اللي في الكليه. هات يلا. يلا ايه؟ مش عارف، هما بيقولوا يلا بيجوا معاهم. اشمعنى انا؟ هي الدنيا زحمه تحت ولا ايه؟ لا ليه؟ اصل غريبه، يعني انا وانت لوحدنا والشيطان ما جاش لحد دلوقتي. تلاقيه زمانه على صول، زمانه على صول. هو الشيطان ايه اللي هيجيبه؟ ايه اللي هيجيبه؟ نسي معايا كشكول الوسواس امبارح. انت عارفه لو دخل من غيره البيت هيخش الجنه. مش هينفع مش هينفع. ما تيجي نضرب ورقتين عرفي. انت ازاي تقول لي كده في وشي؟ ما تيجي نضرب ورقتين عرفي. انا هو في ظهرك والله. انت متخلف في دماغك؟ لا متخلف في ركبي. ايه متخلف في دماغك؟ ما اكيد ابقى متخلف في دماغك. ايه يا دكتور كامل ده؟ في ايه؟ انت ازاي بتفكر في التفكير ده؟ ده متربيه على ايدك. متربيه على ايدك؟ اه انا بقى عايز ادوق عمايل ايديا. يلا. ايه ده؟ يلا ما تعمليش شريف، انا شفتك مع المكواج امبارح. ما هو كان بيمشيلي على البلوزه. يمشيلك على البلوزه وانت لابساها؟ ما انا كنت قلعاها. ما هو ده انيل يا كبر. قلعله البلوزه. ما هو ده مكواجي. يعني محرم؟ ايه اللي ما هو ده مكواجي؟ يعني انت خالك بتحبي المكواجيه؟ طب اهو يلا بينا.
يلا بقى عليك يا دكتور كامل بجد. ليه؟ انا كنت بحترمك وكنت بشوفك حاجه كبيره قوي. والله كل الناس بتشوفني حاجه كبيره مع ان انا سفيف قوي. هو بابا بس اللي مكبرني بالبلطو ده. انا هايف والله. انا بحبك يا بنت وعايز اتجوزك. بتحبني بجد؟ اسالي كده تاني. بتحبني بجد؟ يا لهوي يا امه، كان فين المشهد ده من موسمين؟ ما لمسك ايد بقالي زمن. ايه ده؟ ده في نعيم تاني الواحد مش حاسس بيه. والله ازاي؟ زودي من ده كل يوم. حلو ده. يعني بتحبني بجد يا دكتور كامل؟ رجعنا لمسك الايد. انا بعشقك، هتجوزك وهتحدى العالم كله عشانك. بجد هتتجوزني؟ بجد. امال هضحك عليكي ليه؟ ده انت حياتي كلها. يا قلبي ربنا يخليك ليا. تلاقيش ليلي يا عيني على اللي انا شايفاه. انت مستغربه اللي انت شايفاه ومش مستغربه التنوره اللي داخله بيها. ده عادي. هو انت خلاص مفيش اي لبس عاجبك؟ خلاص في ام البيت ده ومفيش غير ابوك هو اللي بينصفني. لا بلاش. ابوك حبيب يا معلم فارق. تعالى يا معلم فارق. يا حاج ده عندك حصبه ولا ايه؟ حتى انت يا حاج. ايه ده؟ ايه المنظر اللي انا شايفه؟ ده الرز بلبن نشف فكانت جايه تاكل الزبيب الطري فالمهلبيه وقعت فيه. طب ماشي معاها. لو ماشي معاها انا ما عنديش مانع. لكن اوعى تتجوزها. اوعى تتجوزها. يعني امشي معاها عادي؟ لكن عايز تتجوز؟ تتجوز بنت اخويا. لا بنت عمك. حاضر حاضر. روح انت اهربي. حاضر هتجوز بنت عمي. حاضر ايه؟ الواد هيتجوز بنت خالته. يا ماما حاضر هتجوز بنت خالته. اتجوز بنت عمك. هيتجوز بنت خالته. بنت عمك يا. قسما عظما لو ما اتجوز بنت خالته لا ساب لك البيت وعمالة قضية خلع. خلع؟ مالك يا بابا؟ قلبي. قلبك هنا يا حد؟ يا ابني ما انت في سنه اولى لسه مش عارف. ايوه صح، في رابعه القلب هيطلع فوق. صح. اسندي بابا بس اجيب له كرسي يا بابا. انا تعملي لي خلع يا حجه. انا اسفه يا حج والله ما اقصد. بعد العمر ده كهو. اتفضل يا حج. العمر ايه يا حج؟ ده كهو. ده كهو. دي في انهي قاموس دي؟ اكشف عليا يا ابني. هتعمل عيان لما سألتك كده هو انت؟ صح؟ اكشف عليا يا ابني بالسماعة مو 2400 جنيه اللي أنا جايبها لك. السماعة دي هتنزل البورصة قريب. اكشف عليا يا ابني عشان لو كشفت عليا وموت أتفشخر إن ابني هو اللي كشف عليا وموتني. هتتفشخر يا حاج هتفشخر، بس هكلم دكتور زميل يجي برضو إيه يفيدني بخبرته. دكتورني يا ابني؟ أنا جايب لك سماعة ب 12,000 جنيه. حاضر يا حاج، هنبيع السماعة دي ونشتري شقة في اسكندرية إن شاء الله. متقلقش، هكلم بس الدكتور. ألو؟ 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 لو سمحت عايز دكتور بسرعة. مسافة السكة. شكرا. تلعب صابوي؟ ايه ده دكتور علاء؟ ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انت ما بيحضرش ليه محاضراتي؟ بس عشان بابا عيان هبقى اقول لك بعدين. ما بتحضرش ليه يا كامل محاضراتي يا كامل؟ يا دكتور فيها تخنوني هبقى اقول لك بعدين، بس بابا عيان والنبي. ما انت لو بتحضر كنت عالجته. معلش معلش. كنت عالجت ابوك دلوقتي، لكن انت ما بتحضرش. هبقى اهدر بس كفايه عشان دراعي اتملت. اتفضل حضرتك. بس اهلا وسهلا. اهو ما بيتكلم اهو. في ايه؟ لا انا ما قلتلكش بابا اخرس، بابا عيان. هاي حاجه طمنيني عنده ايه؟ لا انت اللي هتطمنا هو عنده ايه. والله انا اللي هطمنكم. المفروض يعني. طب انا نسيت السماعه. سماعه؟ حد معاه سماعه؟ ابني معاه سماعه ب 24,000 جنيه. ليه سماعه دي جي؟ عارف طقم الدكتور اللي في العيد ده اللي بيجي مع طقم المطبخ؟ السماعه دي هي اللي موجوده معاه. ايوه بيجي معاه بقى ايه طقم كده، نظاره ومراخير وحواجب بتعمل كده. هو ده. ايوه انت جايبه من المترو. فسيبك من ده وخد السماعه البلوتوث دي. عجب. هكشف على ابوك بسماعه بلوتوث؟ طب اكشف عليه من بعيد بقى. لا اتفضل. ها عنده ايه؟ لسه جرس. اصبر. رد اهو. ها كده نبتدي نكشف. يا حاج وريني ايدك. اي يا حاج. نعم. انت هيجي لك شلل وممكن يجي لك جلطه بعد الشلل وممكن تطب تموت. ايه ده؟
حضرتك عايزه تف تف انت. انا دكتور جاي اعالجه مش جاي تف. انت بتقول الكلام ده في وشه؟ ده اسمه الطب الصريح. طب صريح؟ ايوه الطب الصريح، لازم نصارح المريض باللي عنده ايه عشان نقول له بدل ما نضحك عليه. نقعد ما انتوا بتعملوا زي الناس يقولوا لا 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 يا حاج انت زي الفل، لو سمحت عايزكوا على جنب. ما هيعرف عايزكوا على جنب يعني هتدخنوا؟ ما اكيد هتقولوا له في مصيبه. انا بقى بنروح بالطب الصريح، بنروح نقول للمريض يعني يا حاج اي انت هيجيلك شلل يميني وممكن يجيلك يتضاعف يعني يبقى عندك شلل شمالي، يجيلك بعديها صرع 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 قوي، فجأة دماغك يدلدل على صدرك وتجيلك جلطة. اعملها ازاي دي؟ ده اسمه الطب الصريح، لازم نقول له. طب صريح ايه؟ يعني حضرتك تبقى واقف كده ينزل عليك حاجة من السما يجيلك شلل، هتعمل ايه؟ حضرتك ممكن تبقى واقفة كده تفرقعي. ده الطب الصريح؟ لا ده الطب اللذيذ. والطب اللذيذ هو ما بعد الطب الصريح اللي انا عامل فيه الدكتوراه بتاعتي. يعني الطب اللذيذ ده انت مجربه ولا جاي تجربه بابا؟ انا عامل فيه دكتوراه في الطب اللذيذ. طب لازم لازم نفرفش على المريض ونضحكه ونبسطه مش نكئبه ونزيد مرضه. ايوه صح. يعني انا واحد عدى عليا راح لكل الدكاتره في العالم كله، كله قال له هعمل لك قلب مفتوح. انت عملت له ايه؟ عملت له قلب موارب. الطب اللذيذ. يا شفت لذيذ ازاي الطب؟ لا ده طب نجاره ده. ايه؟ نجاره هتعمل. انا جالي واحد بقى عنده البواسير. ده ما بيعرفش يقعد. لا خالص، كل يوم الناس تطلع على البواسير تسرقه ويجروا. دي احلى من اللي قبلها. الطب اللذيذ. هنوصل للبواسير؟ لا 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 لا. شفت ابوك اتعالج ازاي؟ قام جري كان قاعد على كرسي ما استحملش. جيت انا فقعته بالنكتتين خرج على طول. الطب رخيم. ما ينفعش كده بس. لازم نكمل علاجه. كتب لك روشتة انما ايه؟ مية مية. تبع الطب اللذيذ؟ طبعا. ما انت لو بتحضر هحضر. معرفش ان محاضرتك هايفة كده. هحضر والله. تفرجوه الصبح ثلاث مرات على عيال كبرت. بالليل تفرجوه على مدرسة المشاغبين. خد بالك وهو بيتفرج على المشاغبين ممكن يموت من الضحك. يموت. تعمل انت بقى ايه؟ الحقه بالخليل كوميدي. خش عليك هيموت، ادي خليل خليل شروق من الجنب تديله فاهم؟ تلحق ابوك تنقذه وتعمله اكنها ايه؟ كدمات كده، اكنها كدمات كده. خلاص يلا يا خلص. رب بس الاقي نادي فيديو فاتح اصرف منه الروشته دي. اه طبعا. ماشي هسيب له صوره البطاقه عشان شريط مدرسه المشاغبين ده ولا هيديهولي كده؟ طبعا براحتك بقى. ماشي انت ماشي. حر بقى في اللي انت بتقوله. شكلك معقد. انت حر فيه. تمام. لكن انا مالي؟ انا معقد؟ ده انا معقد تعقيد من المستشفيات. ما ده اللي خلاني اعمل حاجه اسمها الطب اللذيذ. ليه بقى؟ ليه؟ لانك انت تخش المستشفى اعوذ بالله كانك داخل مقبره. اه والله. تلاقي مستشفى لونها كئيب رصاصي ووسخه كمان. تخش تمشي تلاقي مياو مياو كلاب في المستشفى. مياو ليه؟ مياو ده كلاب؟ ليه المستشفى رفق بالحيوان؟ تقابل بقى كل ده بقى تقابل بقى ايه؟ ملاك الرحمه الممرضه. ايه ده؟ بيت الرعب؟ في ملاك رحمه بعد ما تعمل عمليه يقول لك الشاي بتاعنا. شاي ملاك. عجبتك الطب؟ ما انت لو بتحضر ما هتبقى فل. هحضر. لو بتحضر انت دمك خفيف جدا. هحضر. بس معقد من صغري من الممرضات. باين باين الممرضات. دخلت الممرضه علينا واحنا اطفال صغيرين. كلنا بنشوف. احنا قامت مطلعه من جيبها من السرنجه. من السرنجه سنجه مسكها كده. تعالى اللي بعده اللي بعده. يا مؤمن ده انا شفت دكك الثلاث تلاميذ في سرنجه. سرنجه واحده حط الثلاث تلاميذ. ايه ده؟ احنا كنا بنجري في التطعيم ده. كنا بنجري. بتجري ايه ده؟ في تلميذ جري منها عامل سحبه ابره. قامت نتشت الواد. الواد جات له ابره هنا. اشهد ان لا اله الا الله. وقام الحمد لله. بس جابته الطعم. انت كنت معاك واد يهودي في المدرسه؟ ايه اسلم يعني بعد الحقنه دي؟ اسلم ايه بس؟ انت عارف عارف الهنود. آه. الهنود لما يلاقوا اتنين يقولوا ايه ده؟ ايه ده العلامه؟ دي منها علامه؟ دي منها علامه؟ يقول لك ايه ده؟ ده اخويا. الشعب المصري كله متعلم ما اتكلمناش. هات اي شاب مصري. خلاص يا دكتور ما تقرص على الحته دي. متضايق؟ ما انا معقد زيك في دي. متضايق؟ انت فاكرني ما اتطعمتش وانا صغير؟ انت لو بتحضر. هحضر هحضر. اتطعمت وانت صغير؟ اتطعمت. ده دخل علينا مش تطعيم اغتصاب. بتخلعني هدومي بقول له وحوش. مش
اشتدت الهدوم وادتني الحونه وما سابتنيش. لفت بيا على الفصول، يلا نعمل زي صاحبنا الشطور. شطور ايه؟ انا دراعي دم وعامل كده يعني موت وخراب ديار. عشان كده عملت حاجه اسمها الطب اللذيذ. الطب دي نضحك مع المريض ونفرفش. صح صح. ولا ايه؟ ما تحضرليش عشان ابوس ايدك. سامحني. تدي 100 قفل مين؟ مش انت ولا يا دكتور؟ اطلع لي بره فارس الفارس. يالا فارسيها. تعالي بره. لا والنبي يا دكتور سيبني وافتلك على كل اللي بيحصل في البنش. ايه اللي بيحصل في البنش؟ الواد اللي اسمه كامل ده بيجيب مخدرات المحاضرات. وانت بتعمل ايه؟ انا اللي بشربها. مش مشكله وسخ. خد يالا. انا خد يالا تعالى هنا. يالا. انا هفتن عليك كل حاجه بتحصل في البنش. ايه اللي بيحصل في البنش؟ الواد الواي ده بيجيب بنات صايع المدرب. وانت بتعمل ايه؟ ما انا بجيبهم لك المكتب. انت هتقول بتعمل ناس البت بس البت ايه هي دي بس بس ولا نعم ولا نعم. الواد ده مالكش علاقه بيه خالص. ماشي ماشي. حاضر. ايه مالكش اي علاقه بيه؟ ايه يا عبد الكريم ولا انا قطعت ربنا؟ هقول لك نكت بقى. مره اتنين منايفه. خد يالا. انا ابويا عايزني ابقى دكتور عشان اطلع متخلف زي ده. انا بصغر. انا بصغر. ايوه ايوه كابتن. عايز ايه؟ بقول انا بصغر مش انا بحلو. انت دخلت ليه؟ انا عايز اسال سؤال بس. بقيت كده في الجامعه؟ اه. دي حادثه ولا انا حصل لي ايه؟ لا ده دعاء. ده دعاء يا ابني. وانا بعمل قصه حياه في لافيو يا ابني. انا مش عايز اتجننوني ليه؟ انا مش عايز. كان عايز اصغر اللي هو النونه. اقول انا بصغر قوي؟ يا سلام. لازم كده يعني؟ الدراما والله ما انا المؤلف. يا على الحبكه. ماشي يا سلام. انا بصغر قوي. بصغر قوي يا جدعان. ما تقرفوناش بقى يا جدعان. على جدعان قاعد بذاكر جوه. بصغر في السن يا حبيبي مش في الحجم. انا مش عايزك انت. خلاص قول انا بصغر قوي قوي. يا على الاستفزاز. معلش انا بصغر قوي قوي. ايوه بصغر قوي. ايوه يا متدلع. في ايه؟ اغنيها لك. ايه ساعه عشان تخش؟ يلا روح انت جهز عشان فرحي على بنت عمي. انت هتجوزني كمان؟ تجيبني في المرحله المنيله ليه؟ ده على مرحله يا عم. بس بلا احلى مرحله. انت اللي هتتجوز. ده احنا ما شفناش الهنا. ايه ده؟ رايح فرح وزعلان. انا عارف. ايه ده؟ انتوا مين؟ انا كامل. كامل مين؟ انا كامل ابني. كامل ابن انا؟ انا كامل ابنك انت. اللي بيروح الجامعه ويجي. انا كامل اللي بيروح الجامعه ويجي. اللي كنت برضعه وهو صغير. انا كامل اللي كنت بترضعيني وانا صغير. يعني انتوا كامل ابني؟ طب ما انت امنا. يا حبيبتي. يا بابا. يا حبيبي. ايه كميه الفساتين اللي انت لابساها؟ انت عامله فوتو سيشن النهارده. خليك كده. خليني. خليك غيران. يا قد تهدم عليك يا قد. احلام معانا في المسرحيه. كل شويه داخلين. استنى. نايس. تقول لي بدي كنتاكي. يلا النهارده. معلش بقى هنعمل ايه طب؟ مامنا. ودلوقتي فرحي على بنت عمي. بابا دوس عليها. دوس عليها موتها. ما تعودك حسن. شوف يا نهار اسود. قلبي غضبان عليك. ربنا ابتلاك. روح. في تشيك اوه تشيك بال. في تشيك اوه وشك بين المتشبال. ريحتك نتنا. يا بابا لو اتجوزنا انا ودي هنخلف ايه؟ سلطعون. والله ما نجيب بني ادم. يا قد يا قمر بس متنكره. يا متنكره بزياده. بس اغني لك يا كموله عشان تهدى. اغني يا بابا. لما نعيش في شبات ونبات ونجيب صبيان ونجيب بنات اسمي هو اللي هياخدوه مني وبس. وانت هياخدوا منك ايه غير اسمك يا حلو؟ هياخدوا شعرك ولا نضارتك القمر؟ اهم حاجه يا تتجوز بسرعه بقى. اه قبل ما الرقابه تشوفها دي. وتخلف بقى. يا ان شاء الله اخلف واد واطلعه دكتور يا حاج. ما تقلقش. هنجيب بنش ونعلمه احسن علام. هنجيب واد وهيطلع دكتور. خلاص واد ويطلع مهندس. واد وهيطلع دكتور. يطلع مهندس. بص يا ابني جبت واد جبت بيت. دي حاجه في ايد ربنا ملناش دعوه بيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أطلب لكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لك الفيديو لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. النهاردة أقدم لكم موضوع عن أفضل طريقة لإزالة المطالبات أو إزالة مطالبات حقوق التبع والنشر في القناة. دلوقتي لو أنت رفعت فيديو على القناة مثلا ظهر لك أن في مطالبة حقوق التبع والنشر على الفيديو ده، فأنت محتاج أنك تزيل المطالبة دي. قدامك ثلاث اختيارات، تمام؟ هتروح عند المطالبة وتخش على المطالبة الموجودة على الفيديو ويجي لك حاجة اسمها قص المحتوى أو المقطع المطالب به. فعندك ثلاث اختيارات، يما قص المقطع، قطع المقطع نهائيا خالص، يما كتم صوت، يما كتم صوت المقطع نهائيا، يعني كتم صوتك وصوت الحاجة اللي انت حاططها اللي محمية حقوق التبع والنشر، يما كتم صوت اللي يتضمن حقوق التبع والنشر فقط. يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم معكم، بتكلم في فيديو وحطيت موسيقى محمية بحقوق التبع والنشر على صوتي وانا بتكلم، موسيقى بسيطة، فيظهر لي على طول مطالبة، تمام؟ ففي ثلاث طرق، يما قص الجزء خالص، تمام؟ ولا لا انصح بالطريقة دي، تمام؟ ولكن انا انصح بانك تقص الموسيقى نفسها بس، يعني انا صوتي يفضل شغال، يفضل موجود، والموسيقى اللي تم اضافتها على الفيديو ممكن اقصها فقط. ولكن دي في بعض الحالات ممكن مش ما تكونش موجودة على المطالبة، مش مؤهلة، يعني مثلا ممكن يكون صوت الموسيقى مرتفع عن صوتك انت، او صوتك انت اقل من صوت الموسيقى، فمش ممكن يكون مش مؤهلة. في الحالة دي انصح بانك تقص الجزء كله، لان اصلا لو انت عملت كتم الصوت هتلاقي ان الصوت كله اتكتم لمدة دقيقة او نص دقيقة، فده ممكن يكون اثر على المشاهدين اللي بيشاهدوا الفيديو. وكده وصلنا عند نهاية موضوع اليوم، نشكركم جدا على حسن استماعكم، ونطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لك الفيديو لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.